صباح الخير على كل زملائي وزميلاتي داخل استوديو، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج نسمات زاكروس. اليوم راح نحكي عن الزيوت الطبيعيه وشنو فوائدها، خليكم ويانا وتابعونا. شوف اقبال الناس على الزيوت. اقبال الناس كانت في البدايه شويه يعني اقبال قليل، من صار المنتج الناس انعرف، الاعشاب الطبيعيه انعرفت 100%، صار السحب 80% عليه، لان منتجاتنا كلها طبيعيه 100% والاعشاب هم طبيعيه 100%، صار السحب عليه اقوى، لان صارت التجربه جربوها من بعض الناس زين ونتائجها 80%. زين، اكيد هي اكو انواع هوايه، مثل ما احنا هسه قرينا مال الزيت الحلو، اكو زيت حبه لوز الحلو، فرضا هذا اللوز الحلو، هذا اللوز الحلو طبيعي 100%، ينعصر على البارد. زين، هذا شنو الفوائد مالته؟ هاي الفوائد، اول شيء مرطب البشره، مغذي للوجه، للشعر تسريح، زين فوائد به هواي. وحتى ثاني شيء ينشرب للشرايين، للقلب، زين هواي به شغلات. زين، هذا زيت بذور الجرجير، هذا الجرجير حسولفش عليه، هذا الجرجير عين طبيعي 100%، هذا نسوت نكهه طبيعيه 100%. زين، هذا يستعمل للشعر لانبات الشعر بعده سقوطه، زين مو يصير سقوط عنده، هذا انبات الشعر على سقوطه. ثاني شيء يستعمل شراب شنو؟ شراب، زين الشراب مالته منه مقوي ومنشط للجسم، زين وهمين بشغلات هوايه. هذا زين زيت بذور الرشاد، هذا شنو؟ هذا بذور الرشاد يعالج الشعر همينه، وهمين ينشرب مقوي ونشط للجسم. يعني ايش يعالج الشعر؟ شو يسوي له؟ اذا صعدش تقصف او تساقط يعالجه. ها اي، هذا قلنا الجرجير يمكن قلناه، والحلو قلناه، بعد شنو عندك انواع؟ هو هاي فوائد حبه البركه، مثل ما يقول يسموها حبه السوده، صح ولا؟ هاي بيها فوائد مال الفلاونزا، مال الربو، زين يصير تبخير ويصير مسح لتنظيف البشره، يعالج الكلف، يعالج هواي بفوائد هواي. زين، فوائد الحبه السوداء بالذات هواي بفوائد هواي. زين، يعني انت همنا نشوف الناس يفضلون العلاج بالزيوت اكثر من الطب؟ والله اقبال صار هواي بالذات على مال البشره ومال الشعر، لان ذيك الايام صار تساقط هواي، تساقط يصير مال الشعر هواي. زين، قاموا يستعملون هذه الزيوت، صار رغبه اكثر لهذه الزيوت، صارت نتيجه عندنا 80% على هذا المنتج مالتنا. زين، صار سحب اكثر، زين لان صارت نتيجه، يعني دا يستعمله دا يجي يقول لنا يابا صارت عندنا فرق، قولي 70% صار فرق، يعني كان عنده تساقط هوايه، اجانا قال انا تحسنت من هذا العلاج مالتكم. زين، واحنا هم نيجي نحن نكيف نشوف يعني منتج مالتنا صار انت شغلك صحيح، صح لا؟ زين، وعندنا ثاني شيء هذا من جوز الهند، عندنا هذا شنو فوائد مالته؟ جوز الهند فوائد مالته للشعر، يستعمل الشعر، يستعمل للطبخ، يستعمل الوجه، يستعمل آلام الظهر، يستعمل للآلام مال الجسم. آلام الظهر يعني شنو يسوي؟ أنا أقول لك، يعني صار عنده آلام ظهره، المسح مالته يستعمله يتوح آلام الظهر. الشعر بعد ينسى حمام الزيتي، يستعمل بديل حمام الزيتي، يستعمل بالراس 24 ساعة. أنت ذني يعني كأنت هسه تعتبر زيوت طبيعية، دائما انه نسمع احنا الزيوت الطبيعيه تتاخر بالنتائج تطيها، تتاخر بالنتائج اكو بيها يخبطوها. انا بدي احكي يعني ما تكون طبيعيه 100%، صراحه ماكو طبيعيه 100%، احنا نسويها طبيعيه 100%، يعني من تقول ايش طبيعي يعني انت تشرب وهاي كلها تنعصر على البارد، اذا تنعصر على الحار تفقد قيمتها الغذائيه، ننزلها قبل من نحط الشغلات اللي اي شيء فرضا اللوز نفسه انعصر يطلع الزيت مالته طبيعي. زين، هذا يسموه على البارد، على الحار مكاين حاره تستعمل، بس هاي مو زين، المكاين الحاره تستعملها تفقد قيمتها الغذائيه، راح يصير شغلها قليل وبيها همين امراض للجسم. زين، لان هاي يصير مو طبيعيه. زين، على البارد لا،
ما تفقد قيمتها الغذائيه. الصيد تشرب شراب والصيد علاجها من كل واحد علاجها. زين هسه انا من دا اشوف هنا بالمحل مالته كمان اكو يعني راشي، هو من ضمنهم الراشي اللي نحكي عليه، هذا الراشي مالته طبيعي 100%. زين ينعصر قدامكم، زين السمسمات فقط، اي شيء بنحطه وياه نحطه ونعصره ونطلعه طبيعي قدام العالم. زين كلها زيوتنا طبيعيه. برايك شنو اكثر شيء يعني يمشي عندك من الزيوت اللي يطلبون الناس ويشوفون منه فائده؟ الفوائد ما يعني احكيها اكثر شيء صارت هسه الاقبال عليه. زين اللوز الحلو اللي يعني هواي صارت عنده شغلات. زين نظاره البشره. زين وعندنا هسه امينه سوينا بهالايام هاي جت صار اقبال عليه قوي خلطه تساقط الشعر. هي خلطة تساقط شعر هي تجي من حالة نفسية ما شاء الله، الدنيا كلها حالة نفسية تعبانة. شيء حالة نفسية مثل ما يقولوا مرات اللي الشامبوات اللي يستعملوها غير أصلية حتأذي الشعر وتأذي البصيلة ولهذا يصير سقوط تساقط. زين زيت الخروع شو يسوي؟ زيت الخروع أنا اللي أعرفه إنه هو يزيد الشعر ها، وحتى يستخدموه للرموش وللحاجب. زيت الخروع أنت تحكي هذا إحنا كنا نستعمله ولهذا قمنا ما نستعمل هذيك الايام، صارت بي اشكالات يعني بيها ماده وهاي عفناها. اي زين قمنا ما نستعمل اذن الزيوت، قمنا نستعمل البقيه افضل من هذيك. اي يعني هسه تقريبا ذكرت يعني اغلب الزيوت الموجوده كلها موجودات يعني كلها طبيعيه 100%.